السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم اليوم ان شاء الله بخير Last time we practiced the first five ayat from Surat Al-Balad. Today ان شاء الله we will practice another five up to ten ان شاء الله. Let's read together the first five ayat بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد Now. Aya number six. Yaqulu ahlaktu. Yaqulu ahlaktu. Yaqulu ahlaktu. Yaqulu ahlaktu. Say it with me. Yaqulu ahlaktu. Again. Yaqulu ahlaktu. Say it by yourself. Good job. One more time with me. يقول أهلكت يقول أهلكت ما للبدا 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 يقول أهلكت ما لبدا يقول أهلكت ما لبدا يقول أهلكت ما لبدا آية نمبر 7 أيحسب 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 Say it by yourself. Good job. ألم يره أحد ألم see noon and lam we have to make the noon silent. ألم يره أحد يره here we have the ha and the mad it means we have to stretch. ألم يره أحد again. ألم يره أحد one more time. ألم 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 يره أحد يره أحد ألم يره أحد ألم يره أحد, أحد. say yourself good job يحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد آية نمبر 8 ألم نجعل ألم نجعل. ألم نجعل ألم نجعل ألم نجعل ألم نجعل say it ألم نجعل say it by yourself good job ألم نجعل ألم نجعل له عينين له عينين له عينين له عينين. sit by yourself. ألم نجعل, ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين؟ sit by yourself. good job. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين آية نمبر 9 ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين here we have two fathas we can't pronounce it ولسانا say ولسانا ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين, وليسانو وشفتين. ولسانا وشفتين again ولسانا وشفتين say it by yourself good job يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين The last one for today وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهدينا The noon here we have shadda, we have to stress on it وهديناه النجدين وهديناه 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 النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين Good job. Now let's read from one to ten. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان كان فيك بدء. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين و هديناه النجدين Try to practice from 1 to 10 and inshallah next time I will send you more ayat جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته